النهاردة وزارة الخارجية أعلنت رفض مصر لما جاء في قرار البرلمان الأوروبي بشأن إحالة عدد من الصحفيين إلى محكمة الجنايات باعتباره تدخل في شأن مصري داخلي. بيان وزارة الخارجية قال إن قرار البرلمان الأوروبي تضمن فقرات مرفوضة شكلا وموضوعا باعتبار أنها بتتناول مسائل مطروحة أمام القضاء المصري. طبعا رد قوي من الخارجية. عشان نعرف تفاصيل أكثر معنا على التليفون سيادة السفير الدكتور بدر عبد العاطي المتحدث باسم الخارجية. مساء الخير يا سيادة السفير. مساء النور يا فندم. سيادة السفير عايزين نعرف تفاصيل أكثر، كيف تلقت الوزارة هذا القرار، قرار البرلمان الأوروبي، وكيف جاء الرد بسرعة؟ يعني أولا مشروع القرار كان مطروح على البرلمان الأوروبي منذ عدة أيام، وكان في تواصل مستمر مع أعضاء البرلمان الأوروبي لنقل الواقع وما يحدث على أرض الوطن إليهم، خاصة يستندوا فقط إلى تقارير إعلامية. هذا التواصل كان مستمر، إنما يعني كما جوه البرلمان الأوروبي في على الأقل في 7 مجموعات سياسية، وكل مجموعة سياسية لها توجه معين ولها أولويات واهتمامات محددة فيما يتعلق بالشأن الشرق أوسطي وفي المنطقة العربية بشكل عام وفيما يتعلق بمصر بشكل خاص. يعني وصلنا لهم الحقائق، ولكن هناك بعض مجموعات سياسية التي لديها كما ذكرت اهتمامات محددة فيما يتعلق بموضوعات حقوق الإنسان وغيرها. تلقينا هذا القرار بالتأكيد على يعني ان في اولا بعض المواد التي لا تعكس الواقع على الإطلاق، مثل القول بان من شاركوا بالتصويت في الاستفتاء على الدستور كان عددهم منخفضا. هذا يعني كلام غير علمي، كلام لا يعكس الواقع، بدليل ان يعني نسبة المشاركة وعدد من شاركوا في الاستفتاء الأخير يفوق من شارك في الاستفتاء السابق على دستور 2012 على الأقل في 4.5 مليون ناخب إضافي. ودستور 2012 6.5 مليون من إجمالي 16.5 صوتوا بلا، في حين أن الدستور الحالي 20.5 مليون صوتوا في الاستفتاء، منهم 98.1% صوتوا بنعم. أيضا هناك بنود كما حضرتك ذكرت تتناول قضايا محالة إلى محكمة الجنايات، وهذا أمر لا يجوز ومن أبجديات العمل الديمقراطي. بطبيعة الحال مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية النظام القضائي. أيضا مسألة وضع الـ يعني العنف والإرهاب الذي تمارسه جماعات إرهابية ضد الدولة المصرية، وضعه في سلة واحدة مع رد فعل أجهزة الأمن، هذا أمر أيضا غير مقبول. وعموما هناك بعض المواد أو الفقرات التي تبدو إيجابية كالتأكيد على أن الدستور أفرض مواد غير مسبوقة تضمن حقوق المرأة والحريات والطفل وغيرها وإدانة الإرهاب. وعموما أكدنا للجانب الأوروبي بأن الشعب المصري هو وحده الذي يملك قراره ويملك تحديد مستقبله. طيب.